أهلا بكم إلى أخبار نهاية الأسبوع. العديد من الأحزاب السويدية تعبر عن ترحيبها بالنظام الجديد الذي قدمه المركز القضائي الوطني السويدي بخصوص تقييم أعمار طالبي اللجوء بالتحديد من المراهقين القادمين بدون صحبة ذويهم. حزب المحافظين أكد أنه ورغم تأخر حصول ذلك إلا أنه من الجيد البدء بتطبيقه، وعبر عن رغبته في تغيير القانون بالشكل الذي يمكن من خلاله إجراء تلك التقييمات مباشرة عند وصول الشخص إلى السويد. من جهته حزب الوسط رحب بالنظام الجديد معتبرا أن تقييم الأعمار أمر مهم في سير قضايا اللجوء بشكل صحيح ونزيه. لكن مشاهدينا، ما هي معايير تحديد أعمار اللاجئين؟ هيئة الطب الشرعي أعلنت اليوم عن الأساليب التي ستتبعها عند تحديد أعمار الأطفال اللاجئين إلى السويد دون صحبة ذويهم. ستقوم هيئة الطب الشرعي باتباع عملية تصوير الأسنان بالأشعة السينية، وأيضا عملية تصوير مغناطيسي لمفاصل الركبة لتحديد أعمار الأطفال اللاجئين إلى المملكة طبعا بمفردهم. هذه الهيئة سوف تبدأ تطبيق الأساليب الجديدة ابتداء من العام 2017 بداية 2017، ومن المنتظر أن تقوم الهيئة بتحديد أعمار 18,000 طفل لاجئ. المحقق كريستر برينغانسون قدم اليوم تقريره حول وضع السويد العسكري والأمني وتعاون السويد مع البلدان الأخرى في مجالات مختلفة. لكن أبرز ما حقق به برينغانسون بتكلفة من الحكومة السويدية هو عواقب انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي الناتو. ورغم أن التقرير الذي قدمه المحقق السويدي لوزيرة الخارجية مارغوت فارستروم اليوم يستبعد قيام روسيا بشن حرب على السويد أو على البلدان الأخرى المحيطة ببحر البلطيق، إلا أنه حذر من أن يؤدي انضمام السويد لحلف الناتو بالتحديد إلى أزمة سياسية كبيرة مع روسيا. مكتب العمل بالتعاون مع جامعة يوتوبوري بالتحديد قدم أو ينظم دورة تدريب تعليمية تمهيدية تهدف إلى تقوية فرص النجاح في فحص اختبار المهارات المعرفية الطبية الذي يجريه مجلس الخدمات الاجتماعية للأطباء من الوافدين الجدد ممن يتمتعون بشهادات تعليمية من خارج دول الاتحاد الأوروبي أو خارج المنطقة الصناعية الأوروبية المعروفة اختصارا EES. الموظف في مكتب العمل وأحد المسؤولين عن الدورة وهو السيد يول هيلستراند أوضح لشبكة الكومبوس أن هذه الدورة التعليمية هي جزء من برنامج المسار السريع الخاص بالقادمين الجدد للأطباء بالتحديد. نبقى في هذا المجال. أيضا مكتب العمل مشاهدينا أكد أن العمل يستمر بالتحسن وأن هناك قدرة إمكانية جيدة لحصول العاطلين على الوظائف، لكن في الأغلب الأحيان يتطلب أن يكون المتقدم على العمل حاصلا على الشهادة الثانوية على الأقل. المكتب ذكر في بيان صحفي تلقت الكومبوس نسخة منه أن الكثير من أرباب العمل يجدون صعوبة في العثور على موظفين ذو مهارات مناسبة، وأن الوظائف في الوقت الحالي تتطلب شهادات أكثر مما كانت عليه في السابق، وبالتحديد هذه الشهادات هي الثانوية وما بعد الثانوية. تعرض طالبة في 14 من عمرها إلى هجوم من شخص مجهول كان يحمل بيده آلة حادة وفقا لما ذكرته الشرطة صباح اليوم. وتقوم الشرطة بالبحث عن الرجل الذي كان قد عرض الفتاة للمضايقة في وقت سابق من الآن، فيما أغلقت المدرستين الموجودتين في الموقع الذي وقع فيه الحادث. ووفقا للطالبة فإنها تعرضت للمضايقة قبل أشهر قليلة من ذات الشخص نفسه وقد أبلغ عن الحادث في حينها. الحكومة تطالب بسن قوانين جديدة أو بالتحديد قانون جديد يلزم الشركات بتعيين على الأقل 40% من النساء في مجالس إدارات الشركات. والحكومة تريد فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالقانون تتراوح بين 250 ألف إلى 5 ملايين كرون، وأن يتم فرض الغرامات ابتداء من العام 2019. ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ خلال العام القادم.
أخيرا القضاء المجري يوجه تهمة تعكير الصفو العام للمصورة الصحفية المجرية التي انتشرت صورها وهي تركل لاجئين كانوا يحاولون اجتياز الحدود بين المجر وصربيا العام الماضي. وكانت صور أظهرت الصحفية المعروفة باسم بيترا لازو وهي تركل طفل وطفلة ثم تحاول إيقاع رجلا يحمل طفل بيديه. وكانت الفتاة أو القناة بالأحرى التي تعمل لازو لصالحها قد طردتها من عملها بعد الانتشار الواسع للصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تشاهدون حاليا مشاهدينا. لازو اعتذرت لاحقا معللة تصرفها بأنها أصيبت بالهلع عندما رأت المهاجرين يحاولون اقتحام الحدود حسب زعمها، وقالت إن الحادث دمر حياتها. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.